موضوع حق زنجبار هذا وأبين. نعم. المنطقة هناك مسيطر عليها تنظيم القاعدة أو ما يسمى أنصار الشريعة، مسيطر وسيطرة تامة، ولا يوجد هناك للدولة أي كيان أو وجود إلا في المناطق المحادة البعيدة في خلف الجبال، خاصة المناطق الساحلية مسيطر عليها أنصار الشريعة سيطرة تامة ومحكمين عليها. الانطباع حول أسماء المدن، خيرت بعض المدن مثل جعار سميت في ولاية إمارة وقاع. أما بالنسبة لللبس أو العادة القبلية اليمنية، فاللبس حقنا هو نفس اللبس الموجود هناك سواء مساء.